اليوم موجودين في حاضنة إيكو أعمال بيئية. عندنا ورشة اللي هي تتكلم عن استزراع وأحياء الجزر المرجانية في دولة الكويت. طبعاً المرجان إذا إحنا ما حافظنا عليه باستزراع على الاستنزاف اللي صار في السنوات الأخيرة وموت المرجان وبيضاض المرجان اللي صار، يحتاج تدخل الإنسان، يحتاج تدخل الجهات المسؤولة في حمايته، ولا راح يدهور أكثر من عوامل، مو بس عوامل إنسانية، عوامل بيئية، درجات الحرارة، التغيير المناخي، كلها قاعد تأثر المرجان. فهذا الحين دور الأشخاص اللي لهم صلة في البيئة بإعادة إحياء بعض الأماكن والمحافظة عليها والاستمرارية وسن القوانين الصحيحة للمحافظة عليها. أتمنى أن إحنا يعني بعد فترة نشوف إنجازات هذه اللي قاعد تصير على أرض الواقع، ونشوف ثمرة العمل اللي إحنا اشتركنا فيه كقطاع خاص وجهات الدولة أثمرت، وشفنا النتائج اللي قدام صارت صحيحة، ورفع الثقافة البيئية عند الناس واهتمام الناس ببيئتهم. النهاية الإنسان مرتبط ببيئته، إذا أنت دمرت بيئته أو دمرت بيئتك بإيدك راح يرجع لك مرة ثانية بشكل سلبي عليك. نحافظ عليها للدوم لغيرنا وأجيال قادمة إن شاء الله. الورشة اللي اليوم إحنا مقدمينها عن الاستزراع بالجزر الكويتية، اللي هو استزراع المرجان نفسه، لأن مثل ما نشوف الحين بحرنا وايد حلو، بس ناقصة العناية بالمرجان نفسه. قلة الوعي البيئي بالكويت تقريبا قامت تتعدل، ولكن التأثير اللي احنا سويناه سابقا للحين موجود وقاعد يأثر على السنوات القادمة. اغلب الناس اللي تيجي حق هذه الورشات تكون ناس مهتمة بالبيئة، قلبها على البيئة، تبي تحافظ، تبي تشوف ليش قاعد يصير كذي، تبي تزيد الوعي، مو بس معلومة ياخذونها مثلا خلينا نقول بالمدرسة ولا يشوفها بتيك توك ولا بالانستغرام وخلاص. وايد ناس يروحون يقطون السن ما يعرفون يقطونه عدل، فبالتالي يتكسر المرجان، شو يسوي؟ يموت بعد. يعني لو نحط احنا قوانين، خلينا نقول القوانين قبل كانت شوية مو حازمة، الحين صارت حازمة أكثر. عندنا المواد الكافية، عندنا الفلوس الكافية، ليش ما نسوي؟ وفقا للدراسات والأبحاث العلمية الكويتية الحديثة، فقد تم رصد 35 نوعا من المرجان الصلب في المياه الكويتية، منها 29 نوعاً بانية للشعاب المرجانية وست غير بانية. وللنوع المتفرع الذي رصد في المياه الكويتية أهمية خاصة، حيث لم يسجل إلا في الخليج العربي منها. 1- عائلة القرنبيطيات، ومنها نوع الغصني المقاوم للتيارات والأمواج، أطرافه صفراء، يوجد في المياه الكويتية على شعاب مديرة بوفرة، ويتواجد على أعماق بين متر إلى 6 أمتار. 2- عائلة الغصنيات، ومنها Reef Building Corals التي تحوي إشعاعات والتحامات غصنية، وهي تشكل صفائحاً وأشعة من طبقة واحدة أو عدة طبقات، لونها بني داكن أو فاتح، وبعضها أخضر مائل للبني، وفي الكويت تتواجد بشكل بقع في أعماق حتى 15 متراً وبعيدة عن الشاطئ. 3- عائلة السناميات، ومنها مستعمرات فينجر كورال، ولها أشكال غير منتظمة من العقد والأغصان، ويشيع انتشارها في المياه الكويتية على أعماق تصل إلى 10 أمتار، ومنها نحو 14 شكلاً حول جزيرة جارو، ويأخذ هذا النوع لون البني الداكن وبني فاتح إلى مائل للرمادي. 4- عائلة الزواحفيات، وهي مستعمرات تتكون من عناقيد بوليباتها بنية، ولها حلقة برتقالية فاقعة تتواجد على معظم الشعاب المرجانية الكويتية في الضوء الخافت وتحت الصخور أو أسقف المغارات. في الحقيقة إضافة على العوامل الطبيعية في الإضرار أو الأثر على الشعاب المرجانية، هناك أثر مضاعف بسبب تدخل الإنسان. تدخل الإنسان يسبب إضعاف المناعة عند هذا الكائن الحي الدقيق، ومنها يسبب على بيضاضة أسرع في الظروف الطبيعية. من العوامل البني الإنسان يسببها في الصيد الجائر أو استخدام الشباك على شعاب المرجانية،
استخدام الميادير وهي تكسر هذه الشعاب المرجانية، وكذلك استخدام الخطاف أو المرسى للقوارب. هناك أعداد هائلة حقيقة في القوارب اللي أو رواد البحر اللي يلجؤون إلى شعاب المرجانية المشهورة عندنا بالأفضلية في كبر وقارو وأم المرادم. هناك ما يقارب برصد أعداد 600 يخت وقارب على الشعاب المرجانية في جزيرة كبر في العطل الأسبوعية. هذه 600 طراد وين يخلون المرسى مالهم؟ ما عندهم مرابط حقيقة، ما مقصرين الفرق التطوعية بوضع مرابط على الشعاب المرجانية، المحافظة على الشعاب المرجانية، ولكن محدودة. 600 طراد من المستحيل توجد لهم مرابط، خصوصا كل يخت وطراد يحتاج إلى خصوصيته، يكون بعيد عن الآخر، فيصبح عنده موقع يرمي السن ماله على الشعاب المرجانية، مما يسبب إلى كسر هذه الشعاب المرجانية. هناك تأثيرات حقيقة مباشرة وغير مباشرة. المباشرة في حركة الطراريد حوالين الشعاب المرجانية، وكذلك السباحة الغير مراعية لهذا الحيوان الهش تعمل على حركة الأتربة على الشعاب المرجانية. هذه الأتربة تسبب نفوق، إذا ما قلنا بيضاض، ونفوق الشعاب المرجانية. مشاكلنا احنا مع الأسف قلنا احنا كشعب، يعني الحين بدأ الوعي طبعا يزيد في المجتمع، لكن عندنا كثافة كبيرة على ارتياد هذه المواقع، وهذه المواقع صغيرة. في السابق ما كان اكو قانون، لكن الحين اكو الحمد لله قانون البيئي، وهو قانون يعني صارم وحازم جدا وفعال، يعني محتاج الى المتابعه والرقابه لتنفيذه على الواقع. والحمد لله هناك كثير من الجهات اللي هي العمل البيئي، كثير منهم يكون متواجد في هذه الاماكن. كقانون ممنوع ان يرمون الانكر او ادوات الرسوف في مواقع الشعاب المرجانيه، فهذه البادره وايد اثرت بحيث انها ساعدت على إعادة تأهيل المرجان. فالقانون موجود الحمد لله، لكن محتاجين إلى أن التطبيق، وأن الناس هم يعني يزيدون وعي يعرفون بالمناطق. أيضا إحنا نطلب أن يكون، بما أن هناك قانون ممنوع أن ترمي وسائل الرسو على المواقع الشعاب المرجانية، أن نزيد لهم عدد المرابط موجودة. وحاليا الحمد لله يعني إحنا زايدين، يعني الهيئة العامة للبيئة إحنا عندنا كفريق غوص عندنا 37 مربط موجود حول جزيرة كبة، عندنا 22 مربط موجود حول جزيرة قارو، عندنا أيضا 22 مربط حول جزيرة أم المرادم. فهذه المرابط موجودة الحمد لله، بالإضافة إلى بعض المرابط التي أنشأتها بعض الفرق الأخرى حول الجزر قريب الساحل. فهذه كلها تساعد بحيث أن نشجع الناس، يعني أنت لا تقول حق الناس لا ترمون، وتالي شنو البديل؟ ما في بديل، فإحنا نحط لهم البدائل بحيث أنهم لا يكون عندهم عذر بالتالي، يعني في كسر القانون. بالإضافة إلى أن هذه المرابط أأمن من أي باورة راح يرمونها، لأن هذه ثابتة ومؤسسة يعني تم إنشائها على أسس يعني متينة، بحيث أن في أعتى الظروف الجوية بحيث أن القارب يكون ثابت في مكانه. إن بعض المواقع كجزيرة قارو يكفي أن تحول إلى محمية لإعادة تأهيل نفسها، حيث يسجل المرجان في قارو التعافي ونمواً مطرداً. أما جزيرة كبر وأم المرادم والقطع المرجانية مثل تيلر، فتحتاج إلى تدخل بشري إيجابي لإسعافها وإعادة تأهيلها. وهناك ثلاث محاور لمعالجة وإعادة تأهيل المرجان والحياة البحرية بصفة عامة، تتمثل في الوقاية التي تعني بمنع كسر المرجان، والثاني عمل المرابط البحرية وغرس أوتاد على عمق 3 أمتار في القاع لمساعدة رواد الشواطئ في تثبيت قواربهم بالمرابط بدلاً من رمي المراسي في العمق وتدمير الشعاب. أما المحور الثالث للحل يتمثل في الحماية ورفع القوارب والمخلفات من شباك وحبال الصيد في البحر. بإمكاننا نحمي الشعاب المرجانية بزيادة الوعي، وكذلك وضع قوانين حقيقة للمحافظة على هذه الثروة، ثروة الوطن. يجب أن نوضع القوانين بحيث اللي ما يتبع خطوات أو توجيهات الهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل يعطى له مخالفة. هذه المخالفة تتضاعف بعد إعادة تكرير هذه المخالفة،
لرصد أو إبعاث الرسالة بأهمية هذه الشعاب المرجانية وحجم المشكلة اللي يسببونها رواد البحر. طبعاً إحنا بدينا في 2002 برفع المخلفات عن مواقع الشعاب المرجانية. مع الأسف كان عندنا إحنا في جزيرة كبر يعني 62 طن من المخلفات شلناها على الجزيرة. يعني لما كان واحد يروح الجزيرة هذه ويغوص مجرد يحط سنورك النظارة ويغوص كان هناك تلوث، بالإضافة إلى التلوث البيئي هناك تلوث بصري، كان يجي الوايرات المخلفات الإنشائية موجودة مرمية على هذه المناطق. فالحمد لله قدرنا خلال هذه السنوات من 2002 برفع هذه المخلفات عن الجزر، والحمد لله شلنا من جزيرة كبر بحدود أول دفعة كانت بحدود 62 طن، ومن قارو أيضا مقارب له العدد، وأيضا في أم المرادم، وأيضا بعد 5 سنوات عدنا نفس الكرة وزلنا البقايا اللي موجودة على هذه المواقع. فالحمد لله زلنا هذه المواقع، فكانت هذه بالإضافة إلى رفع القوارب الغارقة في هذه المواقع، لأن كثير من الناس اللي ارتادون وهذه القوارب من تغرق فيها لمكان هذه أجسام صلبة تسقط على الشعاب المرجانية تكسرها، فننتشل هذه القوارب بأسرع ما يمكن. أيضا بالإضافة إلى وجود الأسيد وكذا البطاريات وبعض المواد الكيماوية الموجودة في هذه القوارب تؤدي إلى تدمير هذه البيئة والكائنات الموجودة فيها. ممكن إعادة تأهيل المرجان في الأماكن المتضررة، وممكن استزراع المرجان إذا احتجنا أن نستزرعه ونرد نحطه في أماكن الطبيعية. فهذا السؤال من شقين، أولا إعادة تأهيل الأماكن المتضررة ممكن بشكل بسيط إذا لقينا مرجان متكسر بفعل سلبي، ظاهرة سلبية للإنسان مثلا كسره عمدا، ياخذ عينة من المرجان أو الطراريد وهي تقط السن، أو إنسان يحتاج إلى ثقافة بسيطة كسرها، ممكن ناخذ هذه الأجزاء المكسورة ونستزرعها في أماكن ثانية بطريقة معينة في مكان إما يكون بالقرب من المكان اللي تكسر منه أو مكان ثاني ممتاز أفضل من المكان اللي هو موجود فيه. في عام 2020 أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد أنجز مشروعاً بحثياً حول إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في جزيرة كبر عن طريق تطوير تقنيات جديدة باستخدام الشعاب الاصطناعية. وقال رئيس المشروع الدكتور شاكر الهزيم في بيان صحفي للمعهد أن هدف المشروع الحفاظ على البيئة البحرية عامة وحماية الشعاب خاصة وتحسين وضع المجتمعات المرجانية باستخدام منهج متكامل يجمع بين زراعة المرجان الحي والشعاب الاصطناعية. محروة التنوية احنا فكرنا ان هذه المواقع قليلة يعني عندنا عليها ارتديات، قلنا ليش ما نفكر ان نسوي اماكن جديدة بحيث ان تنمو عليها المرجان. ففكرنا في المستعمرات الاصطناعية لنمو الشعاب المرجانية، فانشأنا بعض المجسمات من الكتل الخراسانية المناسبة للبيئة ونزلناها في هذه بعض المواقع في الجزر. عندنا 25 موقع حاليا نزلنا فيهم، تقريبا بدينا من 97 نزلنا هذه المحميات، بدينا في 95 كبداية كاسرات امواج، ما كان عندنا الخبرة الكافية لكن تطورنا إلى الحمد لله الحين عندنا تقريبا بحدود أكثر من 27 سنة خبرة في هذا المجال. فأنشأنا المحميات وكانت هناك بوادر طيبة جدا، يعني خلال بدأت تنمو عليها من 4 إلى 7 سنوات بدأت تنمو عليها الشعاب المرجانية وتكون بيئات جديدة كأن بيئة شعاب يعني طبيعية جدا. طبعا هي طبيعية بس المجسمات حطيناها لنمو هذه الشعاب. هناك سؤال يقول هل من الممكن استزراع المرجان؟ نعم ممكن استزراع المرجان سواء في بيئته الطبيعية كأنها حاضنات أو جرين هاوسز اللي هي محميات تحت البحر بدرجات حرارة وملوحة معلومة في البيئة الطبيعية اللي موجود فيه وبارتفاع يكون قريب من أشعة الشمس، لأن المرجان يحتاج لأشعة الشمس، مو هو لكن الطحلب اللي قلنا هو اللي يسوي بناء ضوئي هو اللي يحتاج الإضاءة اللي جاية من الشمس، فممكن نستزرعه طبيعياً داخل البيئة البحرية. أما نستزرعه خارج البحر ممكن في مختبرات علمية، وتوصل العلماء آخر شيء أنه يكسرون المرجان هذا إلى قطع صغيرة ويحطونها في حاضنات خلينا نقول بدرجة حرارة معلومة وملوحة معلومة يتتبعونها وإضاءة ممتازة وكل العوامل الثانية
مناسبة لاستزراع المرجان، ممكن نشوف بعد فترة أن هذا المرجان يتحفز للزراعة. بعدها لما يكبر لأحجام مناسبة ممكن استزراعه في الأماكن المتضررة أو أماكن جديدة مناسبة لتواجده. إن الشعاب المرجانية الموجودة بالجزر الجنوبية في الكويت من شأنها حماية الجزر من عوامل التعرية، علاوة على مساهمتها في وجود 25% من التنوع الأحيائي الموجود في البيئة البحرية، ولكل جزيرة طابعها الخاص، فجزيرة كبر تتكاثر فيها بكثرة طيور الخرشنة، أما جزيرتا غارو وأم المرادم فتتكاثر فيهما أنواع من السلاحف، منها السلاحف الخضراء، وهذه السلاحف تستخدم الشعاب المرجانية كمأوى لها. وللمرجان أهمية كبرى للسياح والغواصين، فهي بمنزلة متنفس، كما تعطي صورة جمالية وجذابة، فيجب المحافظة على الشعاب المرجانية لأنها تعطي فرصة للانطلاق نحو السياحة البيئية، وتشجع الناس على رياضة الغوص وممارستها والتعرف على الكائنات الفطرية والمرجان الموجود في بحر الكويت. أول شيء لازم نعرف أن المرجان بالكويت أو المرجان عموماً يصنف إلى مرجان رخو ومرجان صلب. المرجان الصلب معظمه موجود في المناطق الجنوبية وبأحجام كبيرة. المرجان الرخو موجود بالشمال والجنوب. الشمال في كذلك مرجان صلب لكن بأحجام أصغر من اللي موجودة بالجنوب. هني طبعاً إحنا أكثر الناس وأكثر الغواصين يعرفون الجنوب، ليش؟ لأنه يجون يغوصون كون الرؤية أكثر يعني جيدة أفضل من الشمال اللي قربها من مصب شط العرب، فيعرفون في مثلاً كبر، عندكم المرادم، غارو، هذه أشهر الأماكن اللي يغوصونها المراكز الغوص. ولكن عموم الجنوب في يعني بين مسافات معينة تلقى أنواع معينة من المرجان سواء الصلب أو الرخو. والشمال طبعاً يمتاز بالمرجان الرخو أكثر لأن التربدتي أو التغذية فيه أعلى والمغذيات فيه أعلى، فلقينا أحجام ورصدنا أحجام من المرجان الرخو في الشمال حتى أكثر من اللي موجودة في الجنوب. إن كارثة التغير المناخي تسهم في بيضاض المرجان وموته في العالم أجمع، لكن معظم الخبراء الذين زاروا الكويت اندهشوا من تكاثر المرجان ووجوده في مناخ قاس صحراوي في الجزر الجنوبية رغم ارتفاع درجات الحرارة والملوحة، ما يؤكد من قوته وقدرته على تحمل المتغيرات البيئية الشديدة، كما يمكن الاستفادة منه وزراعته في أماكن اندثر فيها المرجان عالمياً. التغير المناخي أثر بشكل عام على البيئة والشعاب المرجانية في العالم كله. في عدة سنوات مرت على الشعاب المرجانية كان فيها لها تأثير ضخم على نفوق الكثير من المرجان. أنا اللي عاصرتهم في 97 حاش العالم، أيضا في 2010 حاش العالم كله بيضاض يسمونه البيضاض المرجان، وهذا البيضاض يؤدي إلى أن المرجان يكون في حالة ضعف ومن ثم يحتاج إلى أنه يتعافى بسرعة. إذا ما تعافى بسرعة راح يؤدي إلى نفوقه. فإحنا بالنسبة للكويت الإصابة، نسبة الإصابة كانت جميع المواقع الشعاب المرجانية، 25 الموقع اللي تكلمنا عنهم بالإضافة إلى بعض المواقع الموجودة اللي فيها كمستعمرات مرجانية كلها أصيبت بالمرجان، وكان نسبة الإصابة من 98% إلى 82%، وهذا كانت أفضل موقع اللي هو كان في جزيرة غارو. لكن عقب هذه السنة، في عقب سنتين 2010-2011 نفق أكثر من 75 نوع من المرجان. إحنا عندنا في الكويت 35 نوع من المرجان الصلب. أيضا من التحديات اللي تواجه المرجان اللي هو ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة المياه التي نقدر نربطها بالاحتباس الحراري وهي ظاهرة عالمية يجب الوقوف عندها. فعند ارتفاع درجات حرارة المياه تتأثر الطحالب الموجودة داخل أنسجة المرجان، تفرز مثل السموم، بالتالي يطردها المرجان وهي ما تتسبب بظاهرة تسمى ابيضاض المرجان. عندما يخرج هذه الطحالب التي تكسب المرجان هذا اللون الزاهي تخرج من المرجان، فيبقى المرجان بلونه أبيض، الهيكل يعتبر قريب إلى الموت أو تعبان جدا. ممكن أن في حالات بسيطة جدا يستعيد هذه الطحالب، أو في أغلب النسب المرتفعة للأسف الشديد
هذه الشعاب المرجانية ممكن تموت بعد ظاهرة ابيضاض المرجان. Global Warm من أسوأ الأشياء اللي حاتونها واللي أثرت جداً على المرجان. إحنا بـ 2010 رصدنا وسوينا فيلم مع الدكتورة هدى الله يذكرها بالخير، يتعلق في البليتشنج اللي صار في المرجان، وذكرنا فيه عدة أسباب، أو الدكتورة ذكرت فيه عدة أسباب. طبعاً بناءً على رصدنا كنا نشتغل معهم من 2007 إلى 2012، شفنا التغير اللي صار، والبليتش عز البليتشنج كان في 2010 كان يعني تقريباً فوق 80% من المرجان متأثر بالبيضاض، جزء منه كبير مات وجزء مرة ثانية رد سوى ريسايكل حق نفسه وبدأ يتأقلم مرة ثانية، لكن مع الأسف الجزء الكبير اللي خسرناه للحين يعني ما تقدر تستعيده ولا مدة طويلة. وزعت الهيئة العامة للبيئة فرقاً خاصة على الجزر، وحررت مخالفات بحق الرواد الذين لا يلتزمون بالقانون البيئي ويسيئون إلى البيئة البحرية، وذلك لمنع التعديات على البيئة البحرية خصوصاً بيئة الشعاب المرجانية. وهناك مشاريع مستقبلية مع الفرق التطوعية والغواصين والمؤسسات الخاصة والحكومية بعمل مجسمات مصنوعة من مواد توضع في البحر لتساعد على توفير الموائل الخاصة للأسماك واللافقاريات واستزراع المرجان عليها. وسيتم وضع هذه المجسمات في الأماكن المتدهورة للمرجان حفاظاً على الجزر من التآكل، واستزراع المرجان المكسور من سن القوارب، ولإثراء الشعاب المرجانية والتنوع الأحيائي حول الجزر الكويتية.